السلام عليكم، نكمل معاكم محاضراتنا في مادة الإحصاء، ووصلنا حاليا إلى الـ Probability Distribution أو التوزيعات الاحتمالية. مثل ما نعرف أنه المتغيرات العشوائية هي المتغيرات اللي تحدث أو تكون نتيجة أو حدوثها يكون نتيجة الصدفة، وهذه القيم مالتها أو النتائج مالتها أو الإيفنت مالتها تكون عندنا هي بشكل Outcome. مثل ما عندنا عملية رمي النرد، فالاحتمالية مالت المتغيرات مالت العشوائية هي تكون وحدها مستقلة عن الأخرى ومنفصلة عن قيمة الأخرى، مثل قيمة الواحد والاثنين والثلاثة وإلى آخره من الأرقام الموجودة على هذه القيمة أو الموجودة على النرد أو الزار، وكذلك عملية رمي العملة، فالوجهين مستقل حدوثها عن الآخر. فراح تكون عندنا هذه هنا عملية، راح تكون عندنا توزيع معين للاحتمالية اللي هو Discrete Probability Distribution، توزيع الاحتمالية المنفصل، وراح يتكون من محورين X و Y. فأحد المحورين راح يكون هو القيم الراندم Variable، والمحور الآخر هو راح يكون عبارة عن احتمالية حدوث هذه الاوتكمز او النتائج. فناخذ مثال حتى توضح عندنا هذا الشيء. وضح برسم البياني represent graphically probability distribution for the sample space for tossing three coins، يعني اوضح عملية توزيع البياني لعملية رمي ثلاثة عملات بصورة مستقلة، ثلاث عمرات راح نرميها، فراح نشوف احتمالية ظهور الـ variable بها او الـ outcome او النتائج مالتها. فاما تكون عندنا ثلاثة راح يكونن tails، او يكون عندنا اثنين tails والوجه الاخر head، مثل يكون عندنا TTH THT و HTT، ويكون عندنا هناك اثنين من الرأس من الهيدز، يعني يكون عندنا HHT HTH أو THH، أو يكون عندنا ثلاثة من الهيدز. فراح لو وضعناها على شكل جدول، فراح تكون عندنا number of heads عدد الرؤوس، وهنا probability الاحتمالية مالتين. أول عملية ولا هيدز بها، يعني كل الوجوه ما تكون بها هيدز، فالاحتمال عدد الهيدز هنا صفر، واحتماليتها واحد على ثمانية. حصول رأس واحد وان هيدز يكون عندنا واحد واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة على ثمانية. تو هيدز ايضا احتماليتها راح تكون واحد على ثمانية، واحد على ثمانية، واحد على ثمانية، فيكون عندنا ثلاثة على ثمانية. والثري هيدز راح تكون عندنا واحد على ثمانية. فلو أردنا نمثلها على شكل مخطط بياني، فراح يكون عندنا قيمة الأكس اللي هو العدد للهيدز راح يكون بالمحور أكس، والمحور واي راح يمثل عدد أو راح يكون يمثل احتمالية حصول هذه الهيدز، مقدار احتمالية حصول الهيدز من عملية رمي العملة. فراح يكون عندنا بالشكل التالي: صفر هيدز احنا راح نمثله، ومقدار شقد احتمالية مالته واحد على ثمانية. الون هيدز ايضا راح يكون مقداره ثلاثة على ثمانية. التو هيدز ايضا راح يكون مقداره ثلاثة على ثمانية. والثري هيدز ايضا مقداره راح يكون ثلاثة على ثمانية. فراح نرسمه، راح يكون عندنا بهذا الشكل، هذا بهذا ال راح يكون هذا الشكل التوزيع المنفصل للاحتمالية والاوتكم والنتائج. إذا هذه شيء يكون وحدة مستقلة عن الأخرى. هل كل التوزيعات هي توزيعات بيانية؟ لا. هسه هنا مطيني أربعة جداول، يقول determine whether each distribution in probability distribution، أوجد أيهما الاحتماليات هذه الأخرى هي تكون توزيع الاحتمالية. توزيع الاحتمالية أول شيء قيم ما ترجم التطاوح بين الصفر والواحد، يعني بين الصفر والواحد، مو أقل من الصفر ولا أعلى من أعلى من الواحد. فضمن هذه القاعدة مالتنا خلي نشوف
الاحتماليات مالتنا. نشوف الاي هل هو توزيع احتمالية او لا. نشوفه من صفر احتمالته واحد على خمسة، خمسة احتماليته واحد على خمسة، العشرة احتماليته واحد على خمسة، الخمستاعش واحد على خمسة، والعشرين واحد على خمسة. فهنا المجموع مالتهن راح تتراتب بين الصفر والواحد. فإذا الأي نعم هي توزيع بياني للاحتمالية. هنشوف البي. البي عندنا قيمة الصفر الاكس الاوتكم الاكس مقدارها ناقص واحد، الاثنين واحد ونص، الاربعة بوينت ثلاثة، والستة بوينت اثنين. هذه توزيع مو ليس توزيع ليس توزيع للاحتمالية. ليش؟ لان عندنا قيمة البروبابيلتي مالته عندنا قيمة واحد ونص والقيمة الاخرى ناقص واحد. هنشوف السي. السي قيمة الواحد واحد على اربعة، الاثنين واحد على ثمانية، الثلاثة واحد على ستة عشر، والاربعة تسعة على ستة عشر. نعم هذه تمثل لي قيمة توزيع احتمالية، ومجموعهن راح يكون طبعا من الصفر الى الواحد. قيمة الدي عندنا قيمة الدي النتيجة اثنين احتمالية حدوثها نصف، الثلاثة احتمالية حدوثها بوينت ثري، والسبعة احتمالية حدوثها بوينت اربعة. فمن نجمعهن هذا قيمتها راح يكون اكثر من واحد، بوينت خمسة، بوينت ثلاثة، بوينت ايه زائد بوينت فور راح تكون قيمتها بوينت وان تو. فاذا هذه ليست توزيع الاحتمالية. نجي الى المين والفاريانس والستاندرد ديفيجن. هنا في هذه العملية للتوزيع الاحتمالية راح يكون عندنا المين قيمته كالآتي. أخذنا قيمة المين بالسبيس مالتنا فضاء العينة. فإذا كان عندنا سامبل فمقدار هو مجموع السامبل على الآن، وإذا كان مجموع مجتمعي عندنا فتكون مجموع الأكس أيضا على العدد الكلي للمجتمعي للعينات المجتمعية. هنا عندنا بالبروبابيلتي ديستريبيوشن قيمة المين مالتنا راح تكون كالآتي. نرمز لها بالميو نفس الرمز للمجتمع للمين للمجتمع، وقيمته كالآتي راح يكون عندنا x1 في احتمالية حدوث الحدث الأول x1 زائد x2 في احتمالية حدوثه زائد x3 في احتمالية حدوثه وإلى n من الأحداث في احتمالية حدوث الاكس n. فراح يكون عندنا مجموع الاكس في البي اكس، حيث ان الاكس هي الاوتكم النتائج مالتنا، والبي اكس 1 بي اكس 2 هي احتماليه حدوثها. ناخذ مثال حتى تكون عندنا واضحه. فايند ذا مين نمبر سبوتس اوف ذا بير وين ا ديت توسد. اذا عندنا فهنا بالمثال عندنا يقول لك find mean of the number of spots that appear when the date was ready. يعني نريد متوسط الحسابي لعدد النقاط الظاهرة أو الناتجة نتيجة عملية رمي النرد. نعرف أنه الأوتكمز مالت النرد هي تكون قيمتها 1 2 3 4 5 6. احتمالية حدوثها طبعا الواحد 1 على 6، الثنيه كذلك 1 على 6، وإلى الستة نفس مقدار الاحتمالية. فيكون المين مالتها الميو x1 في px1 وزائد x2 في px2 وإلى xn في pxn. فراح تكون عندنا القيم مالتنا كالآتي: 1 في 1 على 6 زائد 2 في 1 على 6 زائد 3 في 1 على 6 زائد 4 في 1 على 6 زائد 5 في 1 على 6 زائد 6 في 1 على 6، ومقدارها راح يساوي 21 على 6 وتساوي 3 ونصف من مقدار المين فاليو. العملية الثانية هنا عندنا نتيجة عمليات إحصائية أنه الموجودة طبعا أجرينها على الأمريكان البالغين اللي يقومون برحلات
تستغرق اكثر من 5 ليالي. فكان انه اللي ما يقومون بهذه العملية او بهذه السفرة تصل 5 ليالي هم 6% فقط من عدد الامريكان، اما اللي يقومون بهذه السفرة تستغرق من 5 ليالي او اكثر هم تقريبا 70%. اوجد المتوسط الحساب والمين فاليو. اذا هنا عندنا number of trips و probability، فراح يكون عندنا 0.06 و 1.7 2.2 3.03 و 4.01. فالمين مالتها راح يكون ميو مجموع الاكس في البي اكس، فيكون عندنا 0 في 0.06 زائد 1 في 0.07 و 2 في 0.02 زائد 3 في 0.03 زائد 4 في 0.01، والمقدار مالتها راح تساوي تقريبا 1.3. طبعا هنا دائما يقرب الى اقرب عدد عشري، فاذا كان عندنا مرتبتين بعد الفارزة فنقرب الى مرتبة واحدة، وإذا كانت كذلك 3 مراتب أيضا راح تقرب، فراح تقرب طبعا هنا أقل من 5 فراح يقرب من إلى 1.2، أما إذا كان أعلى فراح يقرب لا إلى 0.3. نجي هنا إلى حساب الفارينس والستاندرد ديفيجن. فمقدار الستاندرد أو الفارينس أو الستاندرد ديفيجن كان عندنا إذا كانت عندنا عينة أو كان عندنا عينة مجتمعية، ف سيجما تربيع الفارينس راح قيمته تساوي مجموع الاكس ناقص الميو تربيع على ان، وقيمة الستاندرد ديفيجن راح يساوي مجموع الاكس ناقص ميو تربيع على الان. بينما هنا عندنا العملية مالتها وطريقة الصيغة مالتها بالبروبابيلتي ديستريبيوشن، فراح تكون عندنا كالاتي: الفاريانس راح قيمته تساوي مجموع الاكس تربيع في البي اكس ناقص الميو تربيع، و الستاندرد ديفيجن راح يساوي جذر الفاريانس ويساوي جذر مجموع الاكس تربيع في البي اكس ناقص الميو تربيع. فناخذ مثال حتى تكون عندنا هذه العملية واضحة. عندنا صندوق يحتوي على 5 كرات، 3 كرات تحمل الرقم 3 و عفوا كرتين تحمل الرقم 3 وكرة واحدة تحمل الرقم 4 وكرتان تحمل الرقم 5. هذه بعد عملية الخلط مالتها فراح نسحب كرة واحدة عشوائية فنشوف احتمالية ظهور الأرقام اللي بيها، فراح يكون عملية ظهور الأرقام اللي بيها كالآتي: رقم 3 كرة تحمل رقم 3 أو كرة تحمل رقم 4 وكرة تحمل الرقم 5. احتمالية ظهور الكرة تحمل رقم 3 احتمالية مالتها مقدارها عدد الكرات اللي تحمل رقم 3 اللي هي 2 على المجموع الكلي للكرات على 5 فتصير 2 على 5. بالنسبة للرقم 4 عدد الكرات اللي تحمل رقم 4 على المجموع الكلي للكرات اللي هي 1 على 5، ونفس الشيء بالنسبة للخمسة فراح يكون أو الكرة اللي تحمل رقم 5 راح يكون احتمال ظهورها 2 على 5. فنوجد المتوسط الحسابي مالتها المين راح يساوي مجموع الاكس في البي اكس تساوي 3 في 2 على 5 زائد 4 في 1 على 5 زائد 5 في 2 على 5 ومقدار يساوي 4. الفارينس مالتنا نرمز له بالرمز سيجما تربيع راح يساوي مجموع الاكس تربيع في البي اكس ناقص الميو، وراح تساوي 3 تربيع في 2 على 5 زائد 4 تربيع في 1 على 5 زائد 5 تربيع في 2 على 5 وقدر راح يساوي 82. اذا الفارينس مالك راح يساوي 84 على 5 ناقص 16 وراح يساوي 4 على 5.
الستاندرد ديفيجن السيجما مالتنا راح تساوي الفارينس تحت الجذر، وراح تساوي تحت الجذر 4 على 5، وتساوي طبعا 2 على جذر 5، وهنا القيمة مالتها راح تساوي 0.894. ونقدر نسويهم بالشكل الجدول التالي. نجي النوع الثاني اللي هو البولينوميال ديستريبيوشن. نجي الى البولينوميال ديستريبيوشن او توزيع ذات الحدين. البولينوميال اكسبيرمنت هي التجارب اللي تكون ذات حدين، ويتطلب حدوثها الشغلات او الاشياء التاليه. اولا تحتوي على عدد معين من التكرار، تحتوي على عدد ثابت من المحاولات التكرارية. هذه العمليات التكرارية تحمل نتيجتين، just or only two outcomes، أو كذلك اللي تحمل نتائج أكثر من هذا الشيء نقدر نختصرها إلى نتيجتين. وهذه الأوتكومز مالتها تكون النتائج مالتها النقطة الثالثة الأوتكومز لكل محاولة يجب تكون مستقلة عن المحاولة الأخرى، ومحاولات النجاح أو احتمالية النجاح في هذه العمليات أو هذا التكرار يجب أن تكون متساوية للجميع. عملية التوزيع الناتج من هذه البينوميال اكسبيرمنتال يسمى بينوميال ديستريبيوشن، ويجب ان نلاحظ الملاحظات التاليه. البي اس اللي تمثل لي سامبلز فور دورابيلتي ستاتس اللي عمليات احتماليات العمليات او احتماليه النجاح في هذه العمليه. البي اف تمثل لي عينه احتماليه النتائج الفاشله او اللي يكون بها هناك عمليه فشل، والبي يمثل لي نيوميريكال بروبابيلتي اوف سكسس عمليات عدد العمليات الناجحه واحتماليه العمليات الناجحه، وكذلك كيو نيوميريكال بروبابيلتي اوف فيلر يمثل لي الرقم للاحتماليه الفشل. عموما البي اس تساوي قيمه البي، وكذلك البي اف راح تساوي 1 ناقص البي وتساوي الكيو. الان هو عدد المحاولات مالتنا والاكس نمبر اوف سكسسفل ترايل، وهنا اكس نمبر اوف سكسسفل ترايل راح تكون قيمته بين الصفر والان. وقيمة البينوميال بروبابيلتي فورمولا، قيمة البينوميال بروبابيلتي فورمولا احتمالية الثنائية للصيغة مالتها راح يكون كالآتي: بي اكس قيمة بي اكس تساوي الان فاكتوريال على الان ناقص الاكس فاكتوريال في قيمة الاكس فاكتوريال في قيمة البي اكس ناقص بي للاس اكس ناقص قيمة العفو في قيمة الكيو الان ناقص الاكس. نعيدها مرة ثانية: بي اكس راح تساوي الان فاكتوريال على قيمة الان ناقص الاكس فاكتوريال في قيمة الاكس فاكتوريال في قيمة البي اس اكس ناقص العفو في قيمة الكيو للاس ان ناقص اكس. ناخذ مثال حتى تكون عندنا هذه العملية. عندنا كوين قطعة معدنية رميت 3 مرات، أوجد احتمالية حصول على 2 heads exactly 2 heads. إذا عندنا العملة مالتنا راح 3 عملات راح تقذف، فاحتمالية الحدوث مالتها كالآتي: التوزيع مالتنا يجب أن نوجد أول مرة فضاء التوزيع مالتنا، فثلاثة راح يكون H H H أو H H 2 أو H 2 H وإلى آخره من الفضاء العين الموجود. فنشوف
قيمة التو هيدز اللي هي عندنا راح تكون عندنا 1 2 3، فمقدار الاحتمالية مالته هي 3/8 أو ما يقارب 0.35. أول شيء نشوف number of trails هي 3، الأوت كاونت مالتنا يجب أن تكون tail أو head، والأوت كاونت مالتنا يجب أن تكون وحدها مستقرة على الأخرى، يعني يكون عند وجه يكون على التيلز أو الهيد، طبعا هنا وحدة مستقرة عن الآخرة ما مرتبطة بيها، يعني إذا وقعت عملة على التيل يمكن أن تكون العملة الأخرى على الهيد، فوحدة مستقلة عن الآخرة ما مرتبطة بيها. والبروبابيلتي سكسس احتمالية حدوثها أنه العملة تقع على الوجه الأول أو الوجه الثاني، فاحتمالياتها متساوية مقدارها 1/2 أو الهيز تقع لها 1/2 من النجاح. فإذا هنا نحدد قيمة الان مالتنا، التايم مالتنا هي 3، الاكس مالتنا اللي احنا نوجه على وجهين تو هيدز، فقيمة الاكس 2، احتمالية النجاح 1/2، واحتمالية الخطأ تكون ايضا 1/2. فاحتمالية حدوث العملة تقع على وجهين راح يكون عندنا كالاتي، 3 فاكتوريال على 3 ناقص 2 فاكتوريال على 2 فاكتوريال في قيمة النجاح للأس اكس، فتكون عندنا نصف في الأس 2. في الكيو قيمة الفشل في للأس ان ناقص اكس 3 ناقص 2، فتكون قيمتها 1، فراح تكون عندنا مفكوك الثلاثة في 3 ناقص 2 فاكتوريال في فاكتوريال على فاكتوريال 2 في قيمة البي للأس 2 في الكيو للأس 1، وتساوي 3/8 وتساوي مقدارها 0.375. فأما نوجدها بطريقة مباشرة مقدارها منا نحسبها عدد التكرارات مالتها على العدد الكلي للتكرار فضائل العينة، أو تحسب بهذه الطريقة فقيمتها 3/8 وتساوي 0.375. أما بطريقة الباينوميال بروبابيلتي فأيضا راح تكون قيمتها 3/8 وتساوي 0.375. ناخذ مثال آخر، عندنا خدمات للصحية للأمريكان، عندنا 5 أمريكان يزورون مثل الطبيب في كل 5 أشهر، العفو في كل 5 أمريكان يزورون الطبيب خلال الشهر الواحد. طبعا هذول 5 أمريكان ربما يكون جنسهم نساء أو رجال، فلو أخذنا عينة من 10 أشخاص عشوائيا، ما هي احتمالية أن يكون 3 من هذول يكونون قد زاروا الطبيب في الشهر الأخير؟ فنجي شقد عدد العينة مالتنا الآن مقدارها 10، شقد احتمالية اللي exactly زالوا من عندها قيمة الأكس اللي هي رجع نحددها قيمة احتماليتها 3، البروبابيلتي انه يكون 1 من 5، اذا انه كل 1 من 5 من الامريكان ربما زار الطبيب خلال الفترة الاخيرة، فاحتمال البي هو 1/5 من النجاح مالتنا، واحتمال الفيلر انه ما يكون زار الطبيب مقداره 4/5. فنجود نكون عندنا قيمة احتمالية حدوث البي 3 تساوي 10 فاكتوريال على 10 ناقص 3 فاكتوريال على 3 فاكتوريال في قيمة النجاح للأس 3 للأس اكس ناقص في الكيو، العفو في الكيو للأس ان ناقص اكس، فراح تكون قيمتها 7، وراح تكون احتمالية مالتنا مقدارها 0.201. نجي إلى قيمة المين والفارينس والستاندرد ديفيجن لهذا النوع من التوزيعات الباينوميال ديستريبيوشن، فقيمة المين راح تساوي الان في البي، و يعني قيمة عدد الفضائل العينة في نسبة النجاح أو السكسس،
والفارينس مالتنا راح تساوي الان في البي في الكيو، والستاندرد ديفيجن هو تحت الجذر الان في البي في الكيو. اذا عدنا ناخذ لنا مثال حتى تكون عندنا هذه العمليه واضحه، عندنا عمليه رمي النرد الى 360 مره، اوجد قيمه المين والفارينس والستاندرد ديفيجن لاحتماليه الحصول او حصول او الحصول على الرقم 4 من هذه عمليه الرمي لهذا النرد. فاذا عمليه مالتنا الحصول هو لرقم 4، نعرف انه احتماليه حصول الرقم 4 من عمليه رمي النرد احتماليتها 1 على 6، والبي او الكيو نتيجه فشل عدم الحصول على رقم 4 واحتماليته 5 على 6. فاذا المين مالتنا راح يساوي الان في البي، فالان هي عدد مرات الرمي النرد 360 في احتماليه النجاح حصول عليها 1 على 6، فمقدارها 60 مره، او عدد المين مالتنا هي رقم 6 قيمته 60. الستاندرد ديفيجن او العفو الفارينس مالتنا راح يكون الان في البي في الكيو تساوي 360 في البي اللي هو 1 على 6، والكيو اللي قيمته 5 على 6، ومقدار راح يساوي 50. والستاندرد ديفيجن هو جذر للفارينس، راح تساوي تحت الجذر الان بي في الكيو وتساوي جذر 50 وقيمتها 7.7. فاذا راح تكون عندنا هناك الستاندرد ديفيجن للباينوميال ديستريبيوشن والديستريكت ديستريبيوشن، وعندنا كذلك اذا كانت عندنا العينه مالتنا الفضاء اذا كان عندنا مجتمعيه او سامبلز، فيجب التركيز عليهن وحفظ القوانين والتمييز بيناتهن. وشكرا الى اصغائكم. هاي طبعا هناك توضيحات اخرى للعمليات مالتنا، بدون تقرونها وتطلعون عليها، شو حتلكم بصوره سهله وواضحه. وشكرا الى اصغائكم.